معاناة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين، وتفاعل معها نائب أمير المنطقة ووجه بمعالجة وضع أحمد الحريصي الذي ظهر بمقطع فيديو وهو يعاني من عبور طريق القرية لمراجعة المستشفيات. إصابتي 5 فقرات في الظهر وكدمات على الحبل الشوكي، ومما أدى إلى شلل نصفي، ومعاناتي في الطريق وعرة جدا، ويبقى لي ما يقارب ساعة إلى 45 دقيقة لوصول الشارع العام. أشكر صاحب السمو الأمير محمد بن عبد العزيز على سرعة التفاعل، وبدأت أول معدة اليوم الصباح. ويمتد هذا الطريق لحوالي 3 كيلومترات وصولا إلى قرية الخنتبة من مركز جبل الحشر التابع لمحافظة الداير بني مالك. بعد توجيه سمو الأمير جاءنا المحافظ أمس ومدير البلدية، ووعدونا إن شاء الله وعود إن فيها خير. أحمد معاه جاه شلل نصفي أثر حادث قبل سنتين، ويعاني من الطريق هذا في خاصة في الأمطار، ما غير نحمله على الأكتاف إلى المنزل. نطلب صراحة سفلتة الطريق بعد توجيه سمو الأمير. لم يعتد أحمد الجلوس على الكرسي طوال هذه المدة لولا الإصابة التي تعرض لها أثناء بحثه عن العمل في المنطقة الشرقية للإخبارية من منطقة جازان محمد المواسي.